يعني جمهور بيشجع بطريقة فيها روح رياضية عالية جدا وبحماس كبير جدا طوال المباراة، في كفاءة في أرض الملعب، في ندية. وحضرتك كنت بتتكلم عن العلاقة شايفينها في الملعب مصطفى شوبير مع أدي المهدي سليمان وحراس مرمى الأهلي مع الاتحاد واللاعبين مع بعض، والعلاقة اللي حضرتك بتتكلم عنها يا كابتن مصطفى. أكيد وأيضا طبعاً. كمان الاثنين زملاء في المنتخب يعني. يعني العلاقات دي مش بس بين لعيبة، ده علاقات جماهيرية، علاقات مسؤولين. ما تشوف العلاقة بين كابتن خطيب وكابتن محمد مصالح هتلاقي حاجة راقية، حاجة فيها روح رياضية عالية جدا. وانا بشيد على فكره بمحمد مصلحي بالمجهود الكبير اللي عامله مع نادي الاتحاد، وهبقى حزين جدا لو غادر بصراحه يعني، لانه الاتحاد في حاجه الى مثل هؤلاء الرجال، مش بس هو، احنا الاسماعيلي ايضا محتاجه ان حد بيقدر ان هو يشيل المسؤوليه وينقذ الفريق. عامه نادي الاتحاد طول عمره نادي جماهيري ونادي نجوم كبار، يعني اعطى للكره المصريه لاعبين على مستوى عالي من ايام كابتن الديبة والصباغ والشتا والكاتو واسامي ثقيله جدا لغايه ما جاء الجيل اللي لعب معانا احنا في الثمانينات. شتا لعب في الاتحاد ولا كان في الاولمبي؟ مين؟ كابتن شتا. في شتا هنا وفي شتا هنا. في شتا هنا وهنا عشان جو اسكندريه. شتا في اسكندريه كلها. وبعدين بتجد الجيل اللي بعد كده اللي هو جيل طلعت يوسف، جيل شحته، جيل الجارم، البابلي، انا عايز اقول اسامي لانه الناس دي يعني علامات في تاريخ الكره المصريه. نتكلم عن عرابي حارس المرمى الوحيد اللي صدق خمس ركلات جزاء في مباراه الاسماعيلي، فيم خيمر، الكيلاني، محيي، محمد عمر، طارق العشري، احمد ساري، اسامي يعني تقيله وكلهم لعيبه دوليين على فكره، مثلوا منتخب مصر كتير. في المقابل النادي الاهلي كان بيروح باجيال عظيمه، بدايه باجيال مش عايزين نبعد بعيد، صالح سليم ورفعت الفناجيلي والشربيني وابو غيده ومروان والجيل بتاع الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس وحسن حمدي، كان دايما اللقاءات بتبقى لقاءات فيها نديه وفيها قوه وفيها روح رياضيه. والله وشايفين الجيل الحالي